يا ابن الصلت، إن الناس أكثرت في زماننا المقالات، وما تجلس في مسجد أو دار إلا وتسمع فيها الأحاديث. بلى، وها هم يأتون من بخارى وما بعد ومروى وجرجان وسواها ليسمعوا من أهل الحديث، بخاصة في العراقين والحجاز. ففيهما انتهى العلم. ما قولك فيما هم فيه الناس يا ابن الصلت؟ ما أبلغ ما قاله عبد الله بن عباس: الرزية كل الرزية، لما حيل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتابة وصيته، إذ قال في مرضه: أعطوني قرطاسا وقلما لأكتب لكم كتابا لا تضلون بعدي. فقال قائلهم: إن رسول الله يهجر، حسبنا كتاب الله. قائلهم يا ابن الصلت؟ إنني لا أعجب يا ابن إسماعيل، يخالف رسول الله فأمسك تأدبا عن ذكر الاسم فتمتعد. أما لو كان الموقف حسنا لذكرته مشفوعا بما يليق به من الإجلال. إني لا أغبطك على حسن التخلص يا ابن الصلت، ولكنني أنبهك إلى وضع صحابة رسول الله في مواضعهم، ولا تكن مثل أولئك الذين يقعون بهم من جماعتك. وهل سمعت أحدا من جماعتنا يقع في الصحابة؟ وماذا عن مجالس العامة؟ لا يعتد بمجالس العامة، مع أنني أعرفهم أكثر منك، وهم لا يزيدون على أن عليا ظلم في أمر الولاية من صحابة رسول الله وكان الأولى بها، وهم إنما يبثون شكوى أصابت الأمة كلها. والله لا يعرف أحد متى يرتق ذلك الفتق. وأنت تقول ذلك وتعرف سابقة من سبق وموضعهم وكرامتهم عند ربهم. لا والله، لست أنا من يقول ذلك، إنما أنا متبع لا مبتدع، أتبع آيات كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. والخلاف بيني وبينك في أهل البيت، من هم؟ حاشا لله أن أختلف معك في كتاب الله الكريم المحفوظ إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. وأين نص عليهم؟ في آية المباهلة. هل نسخت يا ابن إسماعيل؟ لا، ما نسخت أبدا. إذ أنزلها الوحي العظيم على رسوله بمشهد المسلمين كافة، إذ أتى وفد نصارى نجران وفيهم كبار أحبارهم وأساقفتهم، وجادلوا رسول الله فرد عليهم ورد حججهم كلها، فطلبوه إلى المباهلة، وهي الدعاء إلى الله سبحانه لأخذ من كذب في المجادلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا أبناءنا وأبناءكم. فدعا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، فدعا فاطمة الزهراء، وأنفسنا وأنفسكم، فدعا عليا. فانسحب وفد نصارى نجران، وقال كبيرهم: لو دعا بهم لانطبقت السماء على الأرض. فنزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: قل ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. صدق الله العلي العظيم. فمن كان نفس رسول الله يا ابن إسماعيل؟ حان وقت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.
يا الله.